بسم الله الرحمن الرحيم. بنشرح هنا برنامج بي دي كيو انفنتوري. البرنامج ده بيسهل علينا كتير في الشغل بتاعنا، ان انا عن طريقه بقدر اعمل مونيتور على الاجهزة اللي عندي، بشوف مساحة الهاردات اللي عليها، بشوف البروسيسنج القايمة عليها، كل ده سنترايزد من البرنامج من جهاز واحد انا شغال عليه. والجهاز ده عن طريقه اقدر اعمل مونيتور لكل الاجهزة الموجودة عندي في الدومين، سواء كان سيرفر او سواء كان جهاز كمبيوتر بتاع يوزر عادي. بيجيب لي معلومات ياما عن البروسيسور، عن الهارد ديسك، عن البروسيس اللي قايمة، عن السيرفيس اللي قايمة عليه، والشغل بتاعه بسيط جدا جدا جدا. هتلاقي الرابط بتاع تحميل البرنامج موجود في اول كومنت عندنا في الفيديو. اول خطوة بعملها طبعا ان انا ببدأ اسطب البرنامج بتاعي بمنتهى البساطة. ويزرد عادي خالص يا جماعة، سهل ما فيهوش اي مشكلة. طبعا ده الباص اللي هو بيسطب فيه. همشي معاه خطوة خطوة بمنتهى البساطة. طبعا بيحتاج اللايسنز بتاعه يا جماعة، فانا اللي بعمله انا برفع اللايسنز اللي انا شاريها بحطها عليه. اول برنامج بشغله بقى هيبدا يسالني على اللايسنس. تمام، هقوله نيكست. هيبدا الانترفيس بتاعه سهل قوي يا جماعه. هو بيقول انت فري مود ولا معاك اللايسنس. هقول له معايا اللايسنس. كل اللي هعمله هشاور على اللايسنس بتاعتنا. بس هو جابها اهي. هقول له اوكي، يبقى كده خلاص البرنامج بتاعنا جاهز للشغل. وبيقول لي هنا انت اللايسنس انت واخدها لكام يوزر والمدة قد ايه. انت هتشتغل فين؟ هشتغل على اللوكال على الجهاز ده، هو اللي هعمل منه سنترايز. هقول له لوكال نيكست. هيبدأ يسألني اليوزر نيم والباسورد بتاعي بتاع الدومين اللي انا شغال عليه ايه. اعرف منين الدومين يا جماعة؟ من اسم الكمبيوتر بتاعي اللي انا داخل بستخدمه في الدومين كذا. فكل اللي عمله سألني انت اليوزر انت شغال بيه دلوقتي كذا، الباسورد هتشتغل بيها ده ولا هتكتب يوزر تاني وباسورد تاني. فانا سبت اليوزر بتاعي وكتبت الباسورد بس بتاعته. هيبدأ يحمل البرنامج ويبدأ يجمع الداتا بتاعتنا. خلي بالي من حاجة يا جماعة، الانترفيس سهل قوي قوي قوي. لما بيحتاج هو مجموعة ريكويرمنت كده بسيطة عشان يشتغل، اهم حاجة دوت نت. تمام، وهنبص انا في المثال بتاعي، ادي اسم الجهاز اللي انا سطبته عليه. تمام، بمنتهى البساطة عايز اضيف كمبيوتر تاني، هقول له اد كمبيوتر. تمام، بيسألني اجيب كل الاكتف دايركتري ولا انت عايز تعمل براوز الاكتف دايركتري، تجيب حاجة معينة ولا اعمل نتورك ديسكفري. لا، انا هقول له هات واحد جهاز واحد بس من الاكتف دايركتري عشان الوقت يا جماعة. تخيل انت لو جبت كل الاجهزة اللي عندي في الدومين هياخد وقت قد ايه في الاسكان بتاعه. انا هبدا اختار. هو مطلع لي يا جماعه اسامي الكمبيوترات، بس انا بوريكم انا ممكن اروح على الاويو معينه اختار كمبيوتر معين اللي انا عايزه. بيطلع لي كل الاجهزه اللي في الاويو دي. ضفت انا جهاز واحد اهو، عايز اضيف الكل هضيفه، بس هتشوف واحنا شغالين ان هياخد وقت ياما في الاسكان. هتلاحظوا ان كاتب لي يا جماعه اونلاين السيرفر بتاع الجهاز بتاعي انا شغال عليه ده دلوقتي، والجهاز التاني كاتب لي اونلاين. تمام، بيحاول لسه يعمل كونكت عليه. تلاحظوا ان هو طلع لي كده دوت نت، هنشوفها كمان شويه، هنرجع لها تاني. الكوليكشن دي يا جماعه انا بقدر اعمل كانها جروب، انا عايز اشوف ايه او ما اشوفش ايه، ايه الحاجه اللي انا عايز اعمل عليها سكان. فمثلا انا هنا كده يا جماعه هقول له ايه، انا هعمل كوليكشن كده معينه. مثلا بيسالني هو الكوليكشن اللي انت عايز تعمل عليها سكان، الحاجات المعلومات اللي عايز تجيبها عن ايه، عن كمبيوتر اسمه يحتوي على كذا ولا ابلكيشن ولا سي بي يو ولا ايه. انا هختار ابلكيشن مثلا، بديكم مثال. تمام، ودي انا كده بس بسبق الاحداث بيها يعني، بس بوريكم الامثله يعني. ادي ابلكيشن اسمه ايه الابلكيشن، كونتين حاجه معينه ولا مجموعه اوبشن كتيره. اللي بصوا يا جماعه اسمه بينتهي بكذا ولا ينتهي بكذا حسب الشرط بتاعي. فانا مثال كده هسميه كروم مثلا، هعمل حاجه للابلكيشن كوليكشن اسمها كروم، يعني دي حاجه مهمه عندي كده اعملها لي. هتسميها ايه كوليكشن دي؟ هسميها مثلا اسمها كروم برضو. هتلاحظوا ان هو ايه بدا يضيفها لي في الايه في الليست على الشمال اللي شايفينها. يبقى كده دي حاجه مهمه عنده، لما يلاقي ابلكيشن اسمه كروم هيحطه ايه، هيظهر عندي هنا. لما اقول له سكان كوليكشن
هيبدأ يطلع لي يا جماعة الحاجة الموجودة، بس أنا لسه إيه مفيش حاجة خالص عندي. أدي الكمبيوترات، بصوا الكمبيوتر أنا ضيفته مطلع لي إيه علامة استفهام كده زرقاء شايفينها. أنا أقدر أعمل سكان والكلام ده كله، بس هو مطلع لي مشكلة هنشوفها تاني دلوقتي. أنا واصل أظهرها معاكم. طبعا البنج عملها عادي لقاه شغال، لكن المشكلة بقى إن هو بيحاول يعمل سكان هيقول لي إن في ايرور في الدوت نت، يعني الجهاز ده معلوش ايه يا جماعة دوت نت. هو جاب الاوبريتنج سيستم بتاعه وجاب محبة معلومات عنه بسيطة كده تمام، جاب ان الاوبريتنج سيستم بتاعه ويندوز 10، الفيرجن بتاع الويندوز 10 اللي عليه كذا 10.0.102.40 تمام، بس هو مش قادر يجيب معلومات عنه ولا اي حاجة من الكوليكشن اللي موجودة دي شايفينها. ليه؟ ان هو هيكتب لي تاني ان هو في ايرور في الدوت نت. الجهاز بتاعي انا قاصد يا جماعه ان مطلع هنا ايرور، وهوريكم ازاي نجيب الايرور ده. انا اعرفه، انا عارف من قبل ما اجيبه ان هو مشكله وقت تمام. انا قاصد ما ظبطش الساعه عشان اتاكد ان لو جهاز الساعه بتاعته مش مظبوطه هيطلع لي برده ايه المشكله. بصوا الكلاينت 1 ده الجهاز الاولاني انا جايبه، اللي انا حتى بيلف مش شغل دوت نت، جيب لي حبه معلومات اساسيه عنده شايفينها يا جماعه، شايفينها. جاب اسم الدومين، لو كانت النتورك بتاعتي مش قادر يجيبها عشان الدوت نت اللي ايه اللي مش نازل عليه تمام. فده انا بوريكم كده ممكن اجيب الديتيلز بتاعت الكمبيوتر تمام، بتاعي معلومات كامله لو انا الاسكان بتاعي شغال مظبوط هتلاقي الداتا دي كامله. انا هسيب كلاينت 1 ده كده يا جماعه مش هصلح الايرور بتاعه، ونبدا نشرح حاجه تانية. طب بصوا يا جماعه دي الداتا اللي ممكن يطلعها يا جماعه شايفينها، ادي الايه الكلاينت 1 بتاعي. طبعا يا جماعه اللي على الشمال هو حاجات ياما قوي، مايكروسوفت دوت نت هنا انا اقصد اوسعها. هبصوا ده اللي هو دوت نت فريم ورك 4.6.2، ده اللي هو ايه محتاجه هو ايه بقى عليه. قال لي هو بص ريكواير دوت نت، قال لي ده فلان ده محتاج ايه ريكواير دوت ايه دوت نت. لو تو دياجنوستيك هيطلع لي ايه نفس المشكله. هعمل دياجنوستيك على الجهاز بتاعي نفسه مش على كلاينت 1 ده عشان اشوف الدنيا بتاعتنا ماشيه ازاي. طبعا بصوا يا جماعه انا لما كبرت قايل لي ايه اهو، بيقول لي المشكله عندك ان هو ايه نوت انستولد. هرجع تاني للكمبيوترات بتاعتي هنشوف بقى الجهاز ده بتاعي نفسه، هقوله دياجنوستيك هو اهو. لو جبنا بقى الديتيلز بتاعتنا، قال لي انا كنت بعمل سكان للابلكيشن، المشكله كانت عندي عايز ابعتها للبي دي كيو نفسه للشركه وهي تحلها، ولا نقرا الديتيلز. انا هنقرا الديتيلز هنفهم على طول ان المشكله عندي في الايه في التايم. اهي ذا سيرفرز كلوك از نوت ايه سنكرونايز ويز ايه دومين كنترولر. هخش بمنتهى البساطة اظبط الساعة عليه، ادي مثال ان انا ازاي عرفت المشكلة. انا كان الهدف منه اوريكو ازاي اعرف المشكلة، وهقول له اوكي واظبط الوقت والزوم بتاعتي لو مش مظبوطة واقول له اوكي واقول له سكان تاني. هنلاقي دلوقتي ان المشكلة بتاعته ايه، لما يعمل السكان هتلاقي العملية ايه اتحلت معايا. اديت مجرد ريفرش كده في الاول، وهقول له بقى سكان تاني، هقول له سكان الستاندرد بتاعتنا ايه ما غيرتش اي حاجة. هيبدأ هو يعمل يا جماعة، هيبدأ يجمع المعلومات بتاعته. تلاحظوا انها بقت راننج اهي يا جماعة، والراجل شغال ما عندوش اي مشكلة. طبعا يا جماعه بياخد وقت يا جماعه، يعني عشان كده احنا بنتكلم فيه. انا ضفت جهازين بس وهضيف التالت دلوقتي علشان بس ايه نبين لنا ان العمليه شغاله معانا. هيجيب كمبيوتر ديتيلز بدا ايه الدنيا بتاعتنا هتبدا ايه تشتغل. هضيف بقى الكمبيوتر التالت بتاعي بنفس الطريقه، المودي نجرب نضيف سيرفر. يبقى كلاينت 1 ده كان جهاز كمبيوتر عادي، الجهاز بتاعي ده اللي انا شغال عليه اللوكال، وضفت كمان جهاز ثالث اللي هو ايه السيرفر بتاعي. عمل كونكتنج عليه اهو، وبدا ايه يعمل بريبيرنج للداتا بتاعته. شايفين يا جماعه العمليه سهله ازاي، مجرد الاضافه سهله ازاي. هو جاب لي الاوبريتنج سيستم بتاعه 2012 R2، وتلاحظوا ان على الشمال يا جماعه الداتا بتاعتي بتبدا ايه تعملها ابديت اوتوماتيك. يعني
بص لما تقول ريفريش يا جماعه، بص الجهاز بتاعي هو بيجيب الداتا بتاعت الديسكات، اللي هو الجهاز السيرفر التاني بيجيب اهو الداتا بتاعته، بيعمل كوبينج لسه للداتا بتاعته، وهو في خانه السيرفرز ديت ضاف ان في واحد سيرفر اتضاف اهو اللي انا ضفته. هتلاقوا مجموعة الداتا كتيرة أوي 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 أوي، شايفين يا جماعة القلاوي سكان بتاعه المسموح له بالسكان مين. ادي الجهاز بتاعي بدأ يشتغل على الهوت فيكس كمان، هو بيجيب الهوت فيكس، بيجيب كل داتا انت متخيلها تقدر تتخيلها. كل ده يا جماعة هيتملى معانا مع الوقت على كل على حسب ما بيجيب الداتا بتاعتنا. في مجموعة اوبشن كتيرة يا جماعة زي ما انتم شايفين، زي ما انا بعديها كده. لو قلنا بقى الكمبيوتر ديتيلز بتاعتنا تاني للسيرفر بتاعي، الجهاز بتاعي اهو اونلاين، الاي بي ادرس بتاعه كذا، بس هو لسه مخلصش كده، الداتا بتاعتنا تبقى مش كاملة. دلوقتي هو بيجيب التاسك سكادول الموجود عليه، الميزة ان هو بيقول لك كل حاجة بيعملها ايه لغاية لما يخلص. وما انساش ان الفايل بتاعنا الرابط بتاعه موجود في اول تعليق عندي، نسخة كاملة. ادي جهاز السيرفر بتاعنا هيجيب لما يخلص هيجيب الابليكيشن بتاعتنا، المعلومات العامة عن الكمبيوتر، اخر مرة لوجن امتى، الكاريت امتى على الجهاز بتاع السيستم بتاعنا، الاي بي بتاعها، الاوبريتنج سيستم، طبعا الديسبلاي، المعلومات على الديسبلاي لو موجودة، ادي ستاندرد مونيتور موجودة عليه، السي بي يو بدأ يجيب اهو، التوتال بروسيسور عليه كام بروسيسور. يا جماعة ده اللي انا بجيبه ده هو لسه مخلصش، انا بوري امثلة بس واحنا بنتكلم. كارتات النيتورك عليه كام كارت اهو في المثال بتاعي ده، عليه تمام، كل كارت نوعها ايه، الميموري الرامات بتاعته قد ايه، كام سلوت موجودة، الباور شيل لو انا عندي، بس طبعا انا لسه ما خلصتش، البرنترات المتوصلة عليه ايه، البروسيسز اللي قايمة عليه ايه، هو بيبدأ يحملها اهي، شايفين يا جماعة. متخيل انت من السنترايز هنا بتقدر تخش على اي كمبيوتر انت بضايفه، تقدر تجيب كل المعلومات اللي عليه، ايه البيلت ان يوزر اللي عليه الموجوده، ايه البيلت ان جروب، سوري اللوكال جروب اللي قايمه عليه، الهوت فيكسز اللي متسطبه عليه. طبعا الفايل ودايركتري ده لما يخلص ده هياخد وقت كتير طبعا. الانفايرمنت اللي قايمه هي يا جماعه التمب والكلام ده كله بتاعنا. بصوا انا بحاول ايه، الداتا اللي بتيجي بحاول اظهرها، كوليكشن اهي مجموعه الكوليكشن فاكرينها، هتلاقي من ضمنها كروم. لو في ريبوت ريكوايرد هيبقى موجود الكلام ده كله، شايفين يا جماعه الداتا بتاعتنا هو اللي جابها لوحده. يبقى انا كل اللي انا عملته يا جماعه، انا ضفت جهاز الكمبيوتر او السيرفر بتاعي بالبرميشن اللي انا بتاعتي باليوزر بتاعي، بدأ هو لوحده ايه يجيب السكادول بتاع التاسكات شايفينها الموجوده عليه هو. لو ريجستري كمان يعني، لو هو خلص هيعيد الريجستري بتاعته، البروسيس اللي قايمه شايفين يا جماعه الدنيا سهله ازاي. تبدا تتحرك جوه السيرفر ده زي ما انت عايز. على فكره هنا انت ما بتتفرجش بس، كمان احنا من ضمن التولز بتاعتنا انا ممكن اظبط ادي اوامر للسيرفر ده من هنا، اعمل له ريستارت، اعمل له ريبوت، اعمل اللي انا عايزه، اعمل ابديت. تمام ده كل ده لسه هو ما خلصش، كل ده بيجمع الداتا بتاعته، يعني مثلا الهارد ديسك بتاعي اهو سايز قد ايه، الفايل قد ايه، حسب ما احنا عايزين، حسب ما هو حاصل عندنا. هو ادي الجهاز اللوكال بتاعي اهو 2016، السيستم بتاعه ما كانش جايبها، ظهرها تمام. الديتيلز بتاعت الجهاز اللوكال بقى اهو، هو كمان بدأت تظهر، السي بي يو بتاعتي شايفين يا جماعه السهوله، ايه الابلكيشن اللي متسطبه عليه، شايفين الديتيلز عاملة ازاي؟ كله سنترايز يا جماعة، حتى لما كانت في مشكلة كانت عرفنا ايه المشكلة واشتغلنا عليها.
اقدر من هنا اعمل سكان لحاجه معينه، كنت قايل له ستاندرد يعني كله، ممكن اعمل سكان لحاجه معينه حسب ما انا عايز، لو انا عملت ابديت لحاجه او في حاجه معينه عايز اشوفها فابدا ايه اختارها. هتقول فاير وول، بص انا لما تقول فاير وول السيرفر اللي فوق قال لي ايه، خلي بالك انا في اكتر من كونكشن شغال عليه دلوقتي، فدي انا ايه مش عارف ايه هتعمل معاها دلوقتي. بص هيقول لي ايه اللي فيه اكتر من كونكشن، ايه قال لي خليها ايه كونكشن واحده، انا اكتر من حاجه شغاله بنفس اليوزر. ما علينا بالايرور يعني يا جماعه، انا بريك بس ان انت الايرور لما تقراه تقدر ايه تحل المشكله. انا مش هحل الايرور ده دلوقتي، انا ايه بنشرح الابلكيشن في ايه في اقصر وقت ممكن. طبعا يا جماعه انا ممكن كمان استفيد بيه اكتر من حاجه، يعني ممكن اطبع كمان الكلام ده، مش اطبع الايرور، اطبع الداتا اللي طالعه دي يعني. ودي هتبقى حاجه مفيده بالنسبه لي، ممكن اعملها اكسبورت في اكسل حسب ما انا عايز، فطبعا ده بيسهل عليك وقت كتير وفي حل المشاكل بالذات. ده اعرف من هنا من الاجهزه الداون، تمام، كل ما اسيبه كل ما يبدا ايه يشتغل يطلع لي الداتا ايه اكتر اللي هو ايه اقدر يجيبها. زي ما احنا شايفين كده يا جماعه الدنيا بتاعتنا بمنتهى الايه بمنتهى البساطه. هو جاب لي هنا الديسبلاي بتاعنا ما كانش ظاهر طبعا عشان ده هايبر في، فالمكنه اللي انا مسطب عليها، فكاتب لي نوعها هايبر في مونيتور، وادي البرنتات اللي شغال عليه، وادي الهارد الشيرز حاجه متشيره، مفيش دبليو ام اي ايه جابها لغايه دلوقتي. بس ده كده بمنتهى الايه البساطه. نرجع تاني كده، بص يا جماعه الريبورت بقى ده اللي كنت بتكلم عليه، انا اقدر اجيب ريبورت عن اي حاجه انا عايزها من دول شايفينها، عن الابلكيشن عن الموديولز حسب ما انا عايز، تمام. ادي الابلكيشن اللي نازله عليه شايفينها. طب انا ممكن انا مجرد ان انا اجيبها بس، لا بصوا ادي الابلكيشن ادي الموجوده بتاعتنا، شايفين الابلكيشن قد ايه، اقدر اجيب اي حاجه انا عايزها. ادي الهاردوير بتاع السيرفر ده بالديتيلز شايفينها. طبعا عايز حاجه ريبورت صغير كده عشان نشوفه بس في برنت بريفيو هيبقى شكله عامل ازاي. مثلا الهاردات اهي شايفينها نوعها ايه الدنيا بتاعتها ايه. بص بمنتهى البساطه لو قلت له فايل هتلاقي جواها ايه، بص اكسبورت سيف داتا تو فايل حسب ما انا عايز، برنت بريفيو عشان اطبعها. بص حتى برنت بريفيو بتاعه هيبقى عامل ازاي، يبقى شكل ايه جميل كده شويه عشان ايه يبقى جذاب شويه اهي. بص يا جماعه بالالوان اهي والدنيا تمام معايا زي ما انت عايز، تقدر تطبعها تقدر تسيفها زي ما انت عايز. بص بقى دي التولز انا اقدر اتعامل بيها من البرنامج، شايفين يا جماعه اقدر اعمل ريموت ديسكتوب ريموت اسيست، اقدر ابعت امر بالكوماند تمام للسيرفر ده كاني بشتغل عليه او الباور شيل حسب ما انا عايز، اقدر اعمل كل التولز بتاعتنا ويك زي ما انا عايز، ريبوت شت داون افتح الكونسول بتاعته اللي الكمبيوتر مانجمنت بتاعته، كل ده منين يا جماعه من الجهاز بتاعي اللوكال هنا، وبعدل او بشوف الاجهزه ايه اهي. انا فتحت واحد فيهم ادي كونسول، بس ده عشان اللوكال بتاعي اوريكم واحد تاني عشان تفتكروا ان هو لللوكال بس. اهي التولز اهي من حتة تانية، هجيب المانجر بتاعه شايفين بمنتهى البساطة يا جماعة، شايفين اقدر اعمل مانج زي ما انا عايز.